السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انعكاس الضوء، الانعكاس هو ارتداد الضوء عندما يقابله سطح عكس. الانعكاس هو ارتداد الضوء عندما يقابله سطح عكس. فزاوية السقوط هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام. فأولا يجب أن نضع العمود المقام، فالعمود المقام، فالزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام زاوية السقوط. أما زاوية الانعكاس هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام، هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام. إذن قانون الانعكاس: نسقط الشعاع الساقط عند السطح العكس، ثم نقيم العمود المقام. إذن قانون الانعكاس هي زاوية السقوط، هي الزاوية المحصورة من الشعاع الساقط على المقام تساوي زاوية الانعكاس. الزاوية يبقى زاوية السقوط هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام، هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام، وتساوي زاوية الانعكاس اللي هي المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام، ويسمى هذا قانون الانعكاس الأول. زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. سنلاحظ تجربة عملية نسقط شعاع ليزر. نلاحظ أن الشعاع العمودي ينعكس على نفسه، الشعاع العمودي ينعكس على نفسه، لأن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس تساوي صفر، لأن بنحسب زاوية السقوط الزاوية ما بين الشعاع الساقط والعمود المقام، حسب أن الشعاع عمودي على نفس العمود. إذن قانون الانعكاس نحاول نغير من زاوية السقوط. نلاحظ دائما ان زاوية السقوط تساوي دائما زاوية الانعكاس، زاوية السقوط تساوي دائما زاوية الانعكاس، وهذا يحقق قانون الانعكاس.